السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. عايزة أقول إنه زمان كانت المرأة ضعيفة غلبانة، يقولوا عليها دي مغلوبة على أمرها، ومع مرور الوقت شوية بشوية المفهوم ده اتغير وبدأت المرأة تحس بكيانها وشخصيتها بدأت تقوى. بس الظاهر إنه الموضوع اتطور جامد، ومش بس الشخصية اللي بقت قوية، كمان العضلات بقت قوية، وبدأت الست تدخل في مجالات طول عمرها حكر على الرجالة. لكن الست بالإرادة والتصميم ما بقاش عندها مستحيل، وبقت تقدر تعمل كل حاجة بتحبها ونفسها فيها. احنا النهاردة عندنا حلقة خاصة جدا عن نوع خاص من المرأة، تابعونا. طول عمرنا عايشين وكورة مش بيلعبها غير الرجالة، نطلع من الدوري المحلي لأفريقيا لكاس العالم ومحدش بيلعب غير الرجالة، والست تمارس أي رياضة تانية، ماشي تبقى تلعب سباحة، جمباز، باسكت، ممكن طايرة، أي حاجة، بس الكورة لأ. بس زي ما قلت لكم الزمن بيتغير، والست بقى لها فتره اقتحمت مجال كره القدم. تعالوا مع بعض نعيش مع تجربه كابتن ياسمين، مش بس اللي عشقت الكوره، لا كمان عملت اكاديميه عشان تعلم فيها البنات كره القدم. تعالوا نشوف مع بعض تقريرنا. اهلا بكم مشاهدينا، واحنا النهارده تقريرنا تقرير مختلف جدا. طبعا كلنا عارفين لعبه كره القدم هي اللعبه الشعبيه الاولى في مصر وفي اغلب دول العالم. لعبه كره القدم طبعا احنا متعودين ان هي لعبه للشباب، للاولاد، للرجال، لكن احنا النهارده هنشوف مجموعة من البنات حبوا ان هم يقتحموا الدايرة دي ويخشوا في مجال لعب كرة القدم ويلعبوا كرة قدم نسائية. تعالوا مع بعض مشاهدينا نشوف كابتن ياسمين السيد اللي فكرت ان هي تجمع مجموعة من البنات وتدربهم ويعملوا فريق لكرة القدم النسائية. يلا نبدأ تقريرنا. ياسمين اهلا بيك. احنا طبعا معاكي النهارده ومجموعه بسيطه من البنات في الاكاديميه بتاعت كره القدم. انا طبعا مبسوطه بالفكره انه انتوا، انا شايفاكم يعني عندكم حماس جامد جدا وحابين موضوع كره القدم النسائيه. عايزه اعرف بقى منك كده مع مشاهدينا، انت اصلا بداتي تلعبي كره من امتى؟ طيب انا بدات العب كره من 17 سنه بس كانت مجرد هواية، طفلة بتلعب بالكورة، الموضوع مش في بال حد ولا في بالي، ومجرد لعبة حباها وخلاص. برضو لقيتني أنا بكمل فيها دون عن أي لعبة تانية. دخلت المدرسة لقيت أن أنا في البريك باخد كورة وبنزل الحوش وبلعب، يبقى فيه بقى المنظر الناس كلها بصة إيه ده مين دي. برضو ما كانش في بالي لأن أنا ما كنتش لسه يعني على علم كبير قوي أن أنا عندي موهبة اللي هي كرة القدم. كملت فيها اساس انها لعبه وخلاص، وما كنتش لسه قابلت صعوبات فيها، يعني كان كله منبهر ان في السن ده حد بيلعب كوره وبنوته. كملت برده، بدات بقى من اعدادي كده بدا بقى المشاكل بقى والكلام بقى. طبعا عشان احنا مجتمع بيفرض ان الكوره دي لعبه ولاد، مش عارفه ليه بس هو فرض كده. يمكن عشان هي بدات انها لعبه، هي بدات كده بس يعني المفروض ان احنا لما نبدا في لعبه وننشرها هم يساعدونا، مش يقفوا قدامنا ان دي لعبه ولاد. ما هي مش هتفضل لعبه ولاد على طول، هي لعبه ولاد عشان لقوا ولاد. طيب هي هتبقى لعبه بنات امتى؟ لما تلاقوا البنات. فلما تلاقوهم ما تصدهمش، ما تحبطهمش. كان بقى في الاول الوضع ده، وانت بتلعبي كوره ليه وما فيش غير اللعبه دي ويا بنتي ونوستك وما اعرفش ايه العلاقه برده. فالموضوع كان بالنسبه لي في الاول سخيف وكان بيضايقني، كان ممكن يخليني اللي هو افكر شويه. كملت فيها مثلا، دخلت في ثانويه عامه، جالي عقد يعني النادي من غير ما اروح واقدم. هو كان كابتن شافني في ملعب كنت بلعب مع قرايبي عادي جدا،
فقال لي انت بتلعبي في نادي ايه؟ قلت له انا اوريدي مش بلعب في نادي يعني لوحدي كده. قال لي خلاص انت معايا من بكره. وفعلا روحت وما بقيت فرصه جات لك فرصه اكيد. وحاجه بقى اللي هو انا عايزه اكمل فيها بروفيشنال بقى. دخلت طبعا ثانويه عامه علمي رياضه، اهلي كمان عشان ما فيش غيري فاولهم كلهم انا. فطبعا قعدت فتره، بعد الحمد لله ما دخلت الجامعه بقيت انا مدربه الجامعه. دخلتي كليه ايه؟ انا هندسه كمبيوتر. بس دخلت الجامعه فلقيت كان في بقى فريق في الجامعه ولا انت عملتي؟ انا اللي عملت. يعني انا بدات اعمل اعلانات يا جماعه عايزين نجمع بنات وهيبقى في فريق كذا وهدربكم والموضوع لذيذ وجربوه مش هتخسروا حاجه ودي رياضه. حتى في ناس بتيجي كفتنس بس مش انها كوره، يعني ما عندهاش مهارات كوره بس بتبقى عايزه فتنس بقى، ده في حد ذاته حاجه كويسه. يعني هي الرياضه متعه اصلا. طبعا طبعا. بس هم برضو في بنات كتير واهالي بنات كتير اللي هو احنا نريح دماغنا ليه نسمع كلمه وحشه؟ طيب ما انت لما انت تريح دماغك وهي هتريح دماغها وي انا بحارب لوحدي. فحاجه اصلا مش غلط، يعني عارفه لو غلط انا خلاص. وهي كمان موجوده في مصر. موجوده في مصر وموجوده بره وفي كل حته. دورات طبعا وكاس وفي دوري وفي كاس وفي كل حاجه بس الانديه قليله شويه. فكره لطيفه بقى ان انت عملتي للبنات اللي يحبوا ان هم يتدربوا على كره قدم اكاديميه بتعلميهم انت بقى فيها الكوره. هو كان السبب الاساسي بتاعي ان بنات كتير قوي نفسها تتعلم والانديه ما بتعلمش. يعني نادر قوي لما تلاقي نادي بيعلم، لا هو هياخدك عندك الفكره او جاهزه ويزودك لكن مش هيعلمك من الزيرو. بس فكان الموضوع يعني اللي هو طب وليه دول ما يتعلموش؟ يعني ناقصهم ايه؟ مش ناقصهم حاجه غير ان حد يقول لهم اعملوا كذا ما تعملوش كذا بس. فلقيت بنات كتير قوي حابه الفكره وماشي يا كابتن احنا معاكي. وفعلا لما بداتها لقيت ناس كتير معايا. انتوا كام بقى يعني انت عندك كام؟ انا حاليا انا الاكاديميه بقى لها سنتين فانا خدت فتره كبيره قوي على ما اوصل ان انا اثبت دلوقتي ناس معينه معايا. يعني انا انت عامله فريق؟ انا في فريق باسم الاكاديميه بس ده طبعا مش في اتحاد الكوره يعني ده فريق الاكاديميه بس. بس بتلعبوا يعني مع فرق تانية مثلا دورات حاجات طبعا دورات رمضانية وكل حاجة. فجات لي بقى الفكرة من هنا طب هو ليه لأ؟ طالما أنا أقدر أساعدكم في النقطة دي ليه يبقى لأ؟ ولما عملتها الحمد لله أنا كانت بتجيلي ساعات أمهات تجيب بنوتتها وتيجي وإحنا عايزين نتمرن ودي حصلت فعلا ثلاث مرات. انا بتبسط لما بلاقي كمان ان الاهل بيشجعوا اولادهم على كده لان البنت برضو يبقى عندها هم كبير قوي هو انا هقول لاهلي ايه. فبتبتدي تفكر فبتبتدي ممكن تيجي من وراهم انا ما عنديش الموضوع ده ما بتعمليش حاجه غلط هتعمليها في النور اوكي مش في النور دي رياضه زي اي رياضه. ايه الفرق بقى؟ هي رياضه بينها وبين كل الرياضات التانيه. انا نفسي افهم بس هي عشان المجتمع مش اكتر. لكن هي رياضه في الاول وفي الاخر رياضه بالعكس الناس تشجعك. انا دلوقتي الناس اللي مثلا من خمس سنين كانوا بيقولوا لي اشمعنى دي وانت ما لقيتيش غيرها يا بنتي دي لعبه ولاد لما بيشوفوني الحمد لله. انتوا بتلعبوا بنات مع بنات؟ لما بيشوفوني دلوقتي ان انا مثلا وصلت لحاجه معينه الحمد لله احنا معاكي واحنا عارفين انك هتوصلي. اللي هو طب هو كان كل الاحباط اللي قبل كده ده فين؟ راح فين؟ احنا عايزاكي كده تيجي معانا ونوري كده مشاهدينا ازاي بتدربيهم. يلا نلعب بقى. بس انت لسه ما وصلتيش للهدف النهائي بتاعك؟ يعني الاكاديميه دي جزء من هدفك؟ ايه هدفك بقى؟ هدفي اكيد في هدف للاكاديميه في هدف شخصي. يعني انا الحمد لله بلعب في نادي بس هدفي الشخصي ان انا يبقى ليا اسم في الكوره. هدفي في الاكاديميه اكيد انها تكبر اكتر والهدف الاكبر ان يبقى في كذا اكاديميه مش انا بس. يعني انا ناس كتير جدا بتكلمني من محافظات بعيده او من اماكن بعيده ببقى متضايقه جدا اللي هو طب الناس دي مين يعني مين هيبص لها؟ انا اكيد مش هفضل النهارده هنا وبعد كده في اكتوبر وبعد كده في اسكندريه في مثلا 25 حد مكلمني. فالموضوع على قد ما انا بفرح ان هم عايزين على قد ما انا بتضايق ان هم مش لاقيين. طب يا جماعه مش كل حاجه يعني الولاد هو بس احنا كمجتمع لو الرياضه بقت حاجه اساسيه فينا في حاجات كتير جدا هتتغير طبعا. للاحسن. للاسف بقى علشان نتكلم وعشان اوصل حاجه زي كده انا بحارب تقريبا. فيا مسهل هدفي انها تبقى كبيره ويبقى لينا ان شاء الله مكان في اتحاد الكوره ويبقى يبصوا لنا شويه. بس حاسه ان انا عملت حاجه. برافو عليكي ياسمين انت صغيره
ولسه في الجامعه، لكن ما شاء الله عليكي يعني طموحه وعندك اصرار وعملتي حاجه بصراحه جميله جدا. ايه الاخبار؟ اطلعي لي بقى. تعرف عليك مي اسمي. اهلا يا مي. بتلعبي بقى لك قد ايه؟ بلعب من تانية اعدادي. وانت صغيره ليه فكرتي؟ انا كانت العيله بتاعتي تقريبا كلهم صبيان، فاندمجت معاهم فلعبت كره قدم يعني وكده. طب كويس. انت بقى دلوقتي في الاكاديميه بتعملي ايه؟ بتعلي المهارات يعني؟ بالظبط كده. كابتن ياسمين بتعلمنا مهارات جديده وتعلمنا حاجات كويسه جدا في الاكاديميه. وبتخشوا بقى ماتشات وكده؟ بنلعب ماتشات، وكنا عاملين دورات رمضانيه مع بعض وكده، هو كسبنا يعني. كان موضوع حلو جدا لذيذ يعني، حبيتها اكتر من ما كنت في نادي يعني. الاكاديميه احسن فعلا. ايه الفرق بقى؟ يعني التعليم اكتر وكده اهوت، وبتعلمنا ازاي نباصي ومهارات نلعب ازاي مع بعض وكده اهوت، فحسيت ان الاكاديمي احسن يعني. اتعرف عليكي. اسمي ندى. اهلا يا ندى. بتلعبي بقى لك قد ايه؟ انا بقالي شهرين. لسه جديده خالص. جديده بس كان نفسي العب من زمان. بس ليه كان نفسك تلعبي؟ يعني في الاصل لعبه رجاله. لا، ما انا معظم قرايبي صبيان كمان، بس بعدين لعبه مميزه في الاول وفي الاخر، تحس ان هي فيها كل حركات وكده. بس وبداتي بقى تلعبي هنا في الاكاديميه؟ تمام. من شهرين كده اول ما جات لي الفرصه مسكت فيها على طول. لعبتي بقى اي ماتشات؟ لا لسه ما دخلتش ماتشات. لسه في البداية. لا لسه. واحساسك ايه بالتجربة دي بقى؟ لا بجد هي بالنسبة لي مميزة جدا يعني، ممتنة ان انا دخلت بصراحة الاكاديمية. مبسوط جدا، وكان نفسي اخش من بدري بس يعني جت بقى كده. ربنا يوفقك. اسمك ايه؟ هدير. ليلى. اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. بتلعبوا كوره بقالكم قد ايه؟ انا بلعب من وانا في ثانوي، كنت بلعب قبل كده بس انا ابتديت ان انا العب في نادي من وانا في ثانوي، لكن من زمان يعني من وانا صغيره بلعب كوره عادي. ايه اللي يخلي بنت من وهي صغيره تفكر تلعب كره قدم يعني؟ اصل هي بتبقى هوايه، هي حاجه كده طبع الاحساس يعني. لما انا مثلا جيت العب كوره حسيت ان انا هبقى حاجه وان انا فعلا بحب اللعبه دي. فابتديت ان انا اشغل نفسي، ادور على النوادي العب فيها. هل مثلا لعبتي في المدرسه فالكابتن في المدرسه قال لك؟ طبعا يعني، حوار كمان ان بنت بتلعب كوره، فاللي هو كانوا ده شد انتباه اصلا. فلو بعد من المدرسه انا كنت بستنى عشان العب مع المدرسين بتوعي. بس والمدرسين كانوا بيستنوا ان هم يلعبوا معايا اصلا، انا كمان كنت بلعب كويس وكده، فاللي هو كانت حاجه فالته بالنسبه لهم. بس يعني انت مبسوطه ان انت اخترتي الرياضه دي؟ طبعا الحمد لله. وانت ايه الاخبار؟ الحمد لله. بدات تلعبي بقى لك قد ايه؟ انا اصلا بلعب يعني، بابايا من زمان بلعب معايا بيلعبني كوره بتاع، ليا حلم وهدف اوصل فيه في الكوره ابقى العب احترف بره، اكبر مع كابتن ياسمين العب باسمها. هي ليها فضل كبير قوي عليا، بس فنفسي اكبر معاها، نفسي احترف بره، العب في ريال مدريد بصراحه عشان انا مشجعه ومجنونه كوره جدا. بس يعني محدده يعني كمان الهدف. لا ليه هدف وحلم بصراحه فيها يعني. بس طب تفتكري ايه الخطوات اللي توصلك لهدفك ده؟ اضرب كتير، العب كتير، كابتن ياسمين طبعا ليها فضل في كل حاجه. بس يعني ان انا تمرين كتير، كابتن ياسمين بتدينا نصايح دايما، دربنا كتير نلعب كويس. تدخلي مثلا نادي بقى وتحترف؟ انا عن نفسي ماشي ادخل نادي واحترف بره وكل حاجه، بس هنا كمصر اكبر مع كابتن ياسمين. بس طب قولي لي ليه فكرتي اصلا في لعبه كره القدم؟ يعني باباكي حببك فيها؟ ما بحبها من صغري اصلا. يعني انا مجنونه كوره. بس يعني. وبتلعبي بقى ماتشات؟ بلعب ماتشات مع كابتن ياسمين هنا، بلعب مع صحابي في النادي كده يعني. نلعب كوره بنات واولاد عادي يعني. طب اللي حواليكي بقى بيبصوا ازاي؟ الناس نظرتها سلبيه زي المجتمع عادي، المجتمع بصص دي بنت بتلعب كوره وكده، لكن انا نظرتي مش كده. انا ما ببصتش حواليا لما الناس قعدت تنتقد ايه ده دي بنت بتلعب كوره وبتاع، لا انا ما بصيتش لكده. انا لا، انا هلعب، انا هحقق حلمي وهدفي وهوصل له. بس ما يهمنيش نظره المجتمع ليا، نظره المجتمع سلبيه.
لكن في اكاديميات كتير، في بنات كتير بتلعب كوره احسن من الولاد بصراحه. بس كمان احسن من الولاد؟ اه لا بصراحه دي ما موجوده فعلا. بس يعني. طيب ربنا يوفقك يا حبيبتي وتحققي هدفك. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. طيب زي ما شفنا كده كرة القدم عارفينها وموجودة في كل شارع وفي كل حارة، لكن بقى رياضة الديربي باتيناج وعنف وضرب لعبة مش موجودة أصلا في مصر، كده يبقى الموضوع كبير. مش بس كده، اللي دخل كمان اللعبة عندنا في مصر فريق نسائي. تعالوا نشوف التقرير. وطبعا برحب بلينا ونرمين، أهلا بيكو من الفريق، ونشوف التقرير ونرجع نتكلم معاكو على لعبة الديربي. رولر ديربي رياضة نسائية معروفة على مستوى العالم، بتتميز بالعنف والقوة والتلاحم بين اللاعبات، وده بيضيف حماس على المباراة من أول إطلاق الحكم لصافرته. حذاء بعجلات معروف بالباتيناج وأدوات رياضية واقية وتدريبات مميزة، هو كل اللي هتحتاجه لاعبات رولر ديربي علشان يبدأوا المباراة ويجمعوا أكبر عدد من النقاط. الرول ديربي مينلي لعبة بنات، بتبقى تو تيمز، كل فريق بيبقى فيه خمس بنات، أربعة منهم بيبقوا بلوكرز هم اللي بيدافعوا عن تسجيل النقط، وواحدة هي اللي بتسجل النقط. بيلفوا ورا بعض في تراك شبه بيضاوي ليه أبعاد معينة. بتبقى البنت اللي هي اسمها الجامر من الخمس بنات بتبدأ تلف في الباك المكونة من أربع بنات من كل فريق، بتلف معاهم وبتحاول تعدي الأربع بلوكرز من الفريق التاني عشان تسجل من كل واحدة نقطة. كل ما بتعدي بلوكر من الفريق التاني بتسجل نقطة، وده طبعا بيعتمد على شوية هيتينج، ضرب، مناورات كده، ان هي تعدي الفريق التاني، وفريقها بيساعدها ان هي تعدي الأربع بنات بلوكرز من الفريق التاني. رولر ديربي كرياضة ما كانتش معروفة في الوطن العربي إلا من خلال فريق كاي رولرز المصري، اللي بيضم ما بين صفوف ولاعبات أصحاب لياقة بدنية وعلى علم بكل قوانين اللعبة. كاي رولرز بدأ من 2012، والفكرة بدأت إن كان في اثنين مدرستين من أمريكا كانوا شغالين في مدرسة هنا في مصر، فالاثنين تحمسوا جدا للموضوع فقرروا إن هم يفتحوا تيم هنا في مصر، وبدأوا فعلا. كان تيم صغير قوي، كان يعني 80% 90% منه أجانب و10% بس مصريين، وبعد كده الموضوع بقى يتطور 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 لحد بقى 90% مصريين و10% اجانب. اللعبه ما كانتش معروفه خالص، فكان 90% من الناس اللي بتروح تجوين اول مره ان هو سكيتنج بس عادي، بعد كده لا انا بتعرف ان هو رولر ديربي ولعبه مختلفه وحاجه جديده وحاجه ادفانسد اكتر، فبتبقى انترست اكتر في الموضوع. تمارين ومباريات رولر ديربي بتحكمها قوانين داخل الملعب، وتطبيقها بيحمي اللاعبات من اي اصابه نتيجه العنف المتبادل داخل الملعب. قانون اللعب، الحكام بيحسبوا الخط سير البنات في الملعب ان هم ماشيين في التراك المظبوط، فيما حكام بيشوفوا الضربات لو في ضرب الليجل او حاجه بيحاسبوا عليه. هي دي اللي بيحكمها بقى، اللي بيحكم القصه بتاعتها كلها الحكام اللي هم موجودين حوالين التراك من بره ومن جوه. في قوانين بقى بنتعلمها برده، بنمتحن عليها يعني بالكتابه قبل ما بندخل الفريق، يعني في ناس بيتمرنوا الاول بعد كده بينضموا بقى الفريق نفسه. ده بيفيدني اكتر في حياتي كلها، ان انا بتغلب عن حاجات كتير او خوف في حاجات كتير. بيبقى عندي برضو وانا ماشيه في الشارع احساس بالناس اللي حواليا قريبين مني قد ايه وبعيد عني قد ايه، واقدر اتعامل معاهم ازاي. فكره اساسا ان انا بخاف من الوقوع وان انا اتعور وكده، فاكشلي هي دي كانت حاجه محفزه ليا ان انا اجي، ان انت بتحاول تكسر حاجه انت بتخاف منها اصلا. الناس اللي بادئه جداد هناك دول بيعرفوا اول حاجه يتعلموها هاو تو فول، عشان بس اول ما تقع تعرف تقع صح، بس وانس ان انت وقعت صح كل حاجات الباقيه خلاص كفرد، يعني مفيش قلق منها. واهم ما في الموضوع هو الادوات الواقيه اللي بتحمي كل بنت من الاصابه. زي ما انت شايف بنبقى لابسين كده سيفتي جير، هيلمت وريست جاردز والبو بادز وني بادز وكمان ماوث جاردز في السنين.
فكل دي حاجات بتحمينا ان احنا في الاخر ما يعني بنقع طبعا كتير بس ما بنتعورش قوي. للاسف الحاجات دي مش بتتباع في مصر للاسف، فبنضطر ان احنا يا اما بنجيبها بنشتريها من بره اونلاين، او اي حد فينا او معارفنا او كده مسافر بندفعها هو بيجيبها هو جاي. طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا، ونص الجيرز بتوع النيو بيز يعني الناس الجديده بتبقى متوفره من فرق دونيتد بره، يعني امريكا بتبعت لنا طول الوقت، انجلترا كمان بتبعت لنا، المانيا بتبعت لنا اوقات، اي حد بيجي بيبعت لنا دونيشنز بقى للتيم كله. فرنسا كمان عملت دونيشن كذا مره. فلا احنا عندنا مشكله، مفيش حد بيسبونسر اللعبه خالص في مصر، وده مشكله كبيره. وغير كده الحاجات مش متوفره ومش سهله. يعتبر فريق كايرولرز من الهواة لحد النهارده في ممارسه اللعبه، ولذلك بيواجه مشكلات ومعوقات كتيره في ممارستها في مصر. مش بنلاقي الجير اللي احنا لازم نجيبه، لازم نشتريه من بره وبيبقى ثمنه غالي طبعا. نفسنا طبعا يبقى في فرق تانية نقدر نلعبهم، مش موجود خالص. امنيتي انه نلاقي تراك ناعم نلعب عليه زي بقيه الناس، لان الارض دي شويه مش سموذي يعني ان يتلعب عليها. المفروض الارض الصح اللي هي الباركي او البلاكسي اللي هي بتكون ناعمه وطريه خالص، زي مثلا كره الخماسي نفس الارض. فيكون ده متوفر لينا طبعا، يعني ده اكتر كمان من الجير، لان وانس انت وفرت الملعب فالموضوع هيبقى يبقى احسن، الناس هتبقى افضل، مش هتتعرض لاصابه زي ما انت قلت اكتر، فالموضوع هيبقى احسن شويه كتير. رغم ان رياضه رولا ديربي لحد دلوقتي مش معروفه بشكل كافي، لكن طموح لاعبات فريق كايرولرز كل يوم بيزيد في انها تصبح رياضه لها صدى في المستقبل. ارحب طبعا بلينا ونرمين، انتوا الفريق بتاعكو اسمه كايرولرز؟ ايوه. وهو اول فريق ديربي في مصر والوطن العربي. مزبوط. بعد كده في دلوقتي كذا فريق في بلاد تانية في الوطن العربي، دبي وبيروت. تعالوا الاول نكلم المشاهدين عن اللعبه بتاعتكم. الرولر ديربي هي عباره عن لعبه بتتلعب على سكيتس، زي اي لعبه ليها رولز وليها قوانين، بس الفكره بتاعتها باختصار ان هي فريق مكون من 5 بنات، بيبقى على الملعب الفريقين 5 بنات و5 بنات. كل فريق الاربعه منهم اسمهم بلوكرز وواحده اسمها جامر. البلوكرز دولت وظيفتهم ان هم يمنعوا مرور الجامر بتاعه الفريق التاني، ويساعدوا الجامر بتاعه الفريق بتاعهم ان هي تعدي وتسبق في التراك، لان هي تلف لفه كامله وترجع لهم تاني تكمل لف. او هي اللعبه شويه معقده بس بحاول اوصلها على قد ما اقدر. فهي كل ما بتعدي بلوكر من الفريق التاني بتاخد نقطه، ولو عدت الجامر التاني كمان بتاخد نقطه 5. اللف ده بيبقى على مدار دقيقتين في خلال الساعه، الماتش كله ساعه، في عباره عن دقيقتين و30 ثانيه بريك. فهي في خلال الدقيقتين دولت اكبر عدد لفات بتقدر تعمله، بتاخد بيه بوينتس، هي اللي بتبقى هو الفريق اللي بيكسب يعني. طيب بس زي ما شفنا اللعبه فيها شويه عنف كده. تمام. يعني هي اصلا اللعبه اصلا لعبه ستات مش كده؟ بالظبط، لعبه نسائيه. ازاي وهي فيها العنف ده؟ لا نقدر يعني ستات بس نقدر نبقى عنيفين يعني. هو العنف فيها مقنن شويه يعني، مش عنف، مش اللي هو مثلا ضرب بالايد او بكوع او كده، لا هو ليه حاجات مصرح بيها وحاجات مش مصرح بيها. الضرب بيبقى في مناطق معينه من الجسم اللي هي ما تعملش اصابه او ما تاديش لحاجه وحشه. كمان احنا لابسين معدات وقايه بتحمي المناطق الاساسيه في الجسم زي الكوع، الركبه، السنان، الراس. فهي دي مينلي الحاجات اللي هي بتبقى يعني الضرب فيها مقنن شويه، كلها مينلي تدافع او تلاحم يعني، مش ضرب ضرب، مش ضرب بمعنى كلمه ان انا بضرب. اتصبتي بقى قبل كده في خبطه في وقعه؟ سنتك اتكسرت؟ سنتي اتكسرت فعلا؟ ازاي وقعتي؟ هي انا خدت كوع بالغلط يعني انا كنت بلوكر فبحاول امنع واحده الجامر انها تعدي، فبالغلط هي خدت كوع في سنتي وانا سنتي ضعيفه شويه فكسرت يعني، بس الحمد لله. طيب قولي يا نرمين، دلوقتي هي اللعبه اصلا بدات نسائيه وكمان دلوقتي الرجاله دخلوا في اللعبه دي؟ مظبوط. هي اللعبة دي أصلا لعبة أمريكية من سنة 1930، كانت لعبة نسائية ومؤخرا بقى في فرق رجالة وفي فرق كمان مختلطة رجالة وبنات، بس في الوطن العربي لسه كل اللعبة بس فريق نسائي، ما جاش رجالة خالص. مع إن زي ما كنت بقول لينا هي لعبة أصلا فيها عنف يعني، تحسيها رجالي أكتر.
هي لعبه فيها عنف، بس زي ما لينا قالت احنا بنبقى لابسين كل حاجه وقايه، بلس ان احنا لما بنيجي اصلا نعلم البنات الجداد اللي بينضموا لينا احنا بنعلمها ازاي تقعي صح ما تاذيش نفسك. في وقعات معينه انت بتقعيها، اصلك هتقعي في اللعبه، اللعبه فيها وقعات كتيره، لازم تقعي صح ما تعرف ما تاذيش نفسك، وبعد كده تتعلمي الديربي ازاي بيتلعب. انت اتخبطتي قبل كده؟ اكيد اتخبطت، احنا لعبنا 3 ماتشات، فاكيد في مباراه من المباريات اتخبطت في ايدي، بس كدمه، مش حاجه يعني عنيفه او كده، كدمه كانت يعني معلمه، بس كدمه زي اي كدمه يعني، ممكن وانا بلعب كوره اتعرض ليها. ما هو انت المفروض ما تلعبيش كوره. ليه الكوره مش للرجاله بس، دي رياضه، رياضات لكل الناس يعني. انت بتلعبي اصلا ايه؟ انا بلعب ديربي بس. وقبلها لعبتي حاجه؟ كنت بلعب باتيناج. يعني اصلا الباتيناج ده انت لعبتي حاجه قبلها؟ هي كانت سباحه بس في فتره بقى اللي هي السن قبل الحجاب والحاجات دي. سباحه وبعدين دخلتي على الموضوع. طب وعرفتي ازاي تتوازني في الباتيناج وكده؟ اخدتي وقت؟ كنت بلعب وانا صغيره بس كهوايه يعني، اللي هو باتيناج بس، مش بس احنا معانا بنات جديده بتيجي من زيرو، ما بيعرفوش يلبسوا، ما بيعرفوش يثبتوا خالص على الباتيناج، بنعلمهم ازاي. لا خالص، كل ما تتعلميه وانت اصغر كل ما يكون احسن. لا والله على فكره احنا بس في حاجه، اصلا الديربي لما يجي يتلعب لازم قانونا ان يبقى عمرك 18 فيما فوق، عشان تبقي مسؤوله عن نفسك في كل حاجه. بس حتى ان كيس انت عندك، يعني انا عندي 36 سنه وفي بنت عندنا عندها برضو اكبر حاجه تقريبا 37 سنه، في بنات بيبقى عندهم ثلاثينات وبيجوا يتعلموا من الزيرو خالص. ازاي تقف على السكيت، ازاي تلبس الجيرز، يعني مالهاش اي سن، مالهاش، بالعكس انت بتاخدي الستبس 1 2 3 وبتتعلميها، صدقيني سهله، واي حد لو حط شيء في دماغه راح يعمله. انتوا الفريق كام واحده؟ احنا الفريق السابتين 20 واحده غير البنات الجداد اللي بيجوا معانا، في بنات بيكملوا وبنات ما بيكملوش. انتوا بس الفريق الوحيد في مصر ولا في فرق تانية؟ لا احنا الفريق الوحيد في مصر حاليا يعني، بس احنا نتمنى ان احنا يعني نقدر نفتح فرق تانية، اسكندريه يعني، محافظات تانية يعني، بس احنا الفريق حاليا الفريق الوحيد. امال انتوا بتلعبوا مع يعني لما تيجوا تعملوا ماتشات تلعبوا مع بعض؟ حاليا كنا يعني المرات اللي فاتت كنا بنلعب مع بعض، الفريق بيتقسم وبنلعب بعض، بس السنة الجاية إن شاء الله 2017 عندنا كذا ماتش مع فريق أبو ظبي وفريق فرنسي وفريق بيروت. كويس، فعندنا كذا ماتش السنة الجاية. يعني الإمارات ولبنان هم كمان عندهم الفرق. دبي وأبو ظبي كمان، دبي وأبو ظبي يعني فريقين في الإمارات. فريقين في الإمارات، دبي وأبو ظبي وبيروت والقاهرة. هم دول الأربعة اللي في الوطن العربي. أيوه مظبوط. وأنتوا خلاص متفقين هتعملوا يعني بطولة أو حاجة، ولا دي هتبقى ماتشات كده؟ بطولة يعني بطولة في الوطن العربي لسه ما اتفقناش على حاجة زي كده، بس دي من الحاجات اللي في خطتنا يعني، لكن حاليا السنة الجاية بس هتبقى ماتشات ودية مع الفرق اللي قلت لك عليهم. تمام. يعني هل انتوا شايفين انكم خلاص وصلتوا لمرحلة من الاحتراف انكم ممكن تلعبوا مع فرق أجنبية؟ لا مش وصلنا، احنا بقالنا في مصر 4 سنين وبيجوا لنا مدربات من بره بيدربونا، واحنا اوريدي يعني انا مدربه من مدربات الفريق اللي دربتني، اول واحده اسست الفريق اسمها اندي وشينيكا، هما بنتين جم اسسوا الفريق من 4 سنين وعلمونا ازاي ندرب. دول يعني هما كانوا بيلعبوا اللعبه دي بره؟ هما كانوا بيلعبوا اللعبه دي في امريكا وصدفوا انهم بيشتغلوا في نفس المدرسه تيتشرز، وبعد كده هما اللي اسسوا الفريق بتاعنا في مصر. وعلمونا، وبعد كده بعد سنتين سابونا واحنا كملنا. القصه انه احنا بندرب وبيجي لنا كمان مدربين من بره بيبقوا هما بروفيشنال اكتر منا، فطبعا يعني بنستفاد منهم. بس احنا في الوقت الحالي مش مؤهلين ان احنا نلعب في كاس العالم مع بره، لانه الديربي ليه كاس عالم سنوي، احنا مش مؤهلين. بس احنا يعني انتوا جربتوا انكم تقدموا ولا انتوا حاسين انكم لسه ما وصلتوش للمرحله دي؟ احنا ما جربناش لان احنا لسه ما وصلناش للمرحله دي، احنا بنأهل نفسنا بالوقت الحالي ان احنا نلعب مع دول نفس المستوى بتاعنا او اعلى شويه عشان نكسب خبره، وبعد كده تخطيطنا ان شاء الله ان احنا نشترك في كاس العالم. يعني انتوا بتلعبوا مثلا تبع نادي معين ولا انتوا كده جروب لوحدكم؟ لا، كاي رولرز فرقه مستقله، هي اصلا الرولر ديربي فرقه مستقله، مش تبع انديه او تبع اتحاد، هي فرقة مستقلة. الاتحاد الوحيد هو ال WTDFA اللي هو الاتحاد العالمي للعبة، احنا برضو بنحاول نبقى جزء منه عشان نقدر نلعب دوريات او نلعب حاجة كاس عالم او ايا كان. فكايرولرز حاليا هي فرقة مستقلة يعني مش تبع نادي، وما ينفعش نبقى تبع نادي يعني، هي اللعبة نفسها فرقة مستقلة. يعني لما بتبقوا تبع نادي بتاخدوا دعم اكتر او بتبقى اسهل مثلا في التكاليف؟ يعني انتوا بتصرفوا على اللعبة؟ بالظبط، انتوا منكم كده في بعض بتصرفوا على اللعبه وعلى بنلم حاجه شهريه، بنأجر ملاعب، بنعمل ايفنت، بنعمل تيشرتات، يعني بنحاول نعتمد على نفسنا لغايه لما نلاقي سبونسر يعرف يدعمنا.
طيب انتوا المفروض تعملوا حاجه الفتره الجايه عشان تنشروا اللعبه اكتر بتاعتكم، بتعملوا ايه؟ احنا كل 4 شهور بنفتح سيزون جديد للبنات اللي حابين يتعلموا، في اقبال كتير الصراحه من البنات، واقبال من بنات كمان يعني عندهم اولاد وبنات بيشتغلوا، يعني مش واخدينها ان هو حاجه فور فان، لا بالعكس جزء من حياتهم وبيجوا من التمرين. احنا عندنا بنات من كتر التزامهم، في بنت عايشه في القليوبيه بتيجي التمرين اليومين، في بنات عايشين في 6 اكتوبر، احنا بنتمرن في استاد القاهره، فدي مسافه بالنسبه لهم مسافه طبعا. سفر، لا هم بيصروا ان هم بيجوا. ده بالنسبه للبنات الجداد. بالنسبه بقى ان احنا ننشر للفريق اكتر، بنطلع في الميديا، بنعمل دعايه لنفسنا على قد ما نقدر، بنشترك في ايفنتس كتير، بنعرف الناس اللعبه وبنخوفهاش منهم، بنقول لهم انه هي لعبه عنيفه بس تعرفي تحمي نفسك منها كويس قوي بالجيرز اللي انت بتلبسيها، ممنوع منعا باتا ان تخشي التراك وانت مش لابسه اي حاجه من الجيرز. انت حتى هو وانتوا لابسين اتصابتوا، حتى لو اصابات انتوا شايفينها بسيطه بس هي كبيره. هي الكدمات دي بتبقى مني حاجه في الجلد، يعني اللي هو مش كبيره قوي، مش كبيره، بتبقى مجرد كدمه كده، علامه احنا بنسميها في الديربي ديربي كس في الرياضه عادي يعني. يعني حتى اسمها طبيعي. حلو يعني اسمها ديربي كس، احنا بنفرح لما ناخد يعني نبقى ديربي كس، اللي هو عندي بروز كده حلوه صغيره. اخدتي علم الحمد لله بقى الله. طيب انا عايزاكم في نهايه فقرتنا كل واحده تقول كلمه اخيره. كلمة أخيرة بالنسبة لي، أول حاجة بشكرك، بشكر خلاص النهار، وبتمنى أن كايرولوز يعني السنين الجاية تبقى العدد عددنا يزيد، وأن احنا نقدر نلاعب فرق من بره مصر أكتر، وأن احنا كمان نقدر نسافر ونشارك في بطولات. وطبعا آخر حاجة بقى كأس العالم ده، يعني نتمنى أن احنا في يوم من الأيام نبقى جزء منه إن شاء الله. إن شاء الله يا حبيبتي. كلمة أخيرة يا نورمين. أنا بتمنى أن أي حد يوفر لنا تراك كويس نلعب عليه، لأن الأرض اللي بنلعب عليها هي نسبة الإصابات تقريبا هي من مشكلة الأرض، احنا بنحتاج أرض ناعمة وده مش متوفر في مصر. اي حد يدعم الفريق، ان هي دي رياضه نسائيه وبقى لها 4 سنين معتمدين على نفسنا، بس محتاجين دعم يعني مش اكتر. مش لازم يبقى دعم مادي اكيد، بس احنا محتاجين دعم للرياضه دي ان هي تطلع اكتر وتنتشر اكتر. ربنا يوفقكم حبايبي. ميرسي لك. ميرسي لك. شكرا ليكم مشاهدينا. احنا هنروح لفاصل ونرجع نكمل تاني باقي فقرات حلقتنا النهارده، خليكم معانا. خلوا بالكم يا رجالة، الزحف قادم، الموضوع ما بقاش مقتصر على الرياضة وبس، الموضوع طلع كبير، احنا هنطلع لكم في كل حاجة. الرجالة طول عمرهم بيسوقوا عربيات واتخنقوا قوي لما الستات بقوا بيسوقوا زيهم. طيب قال لك بس يبقى الموتوسيكلات، السكوتر، الست عمرها ما هتقرب منها، والست بقى دخلت لهم وكانت الصدمة. بسمة الجبري اهلا بيكي. اهلا بيك. اهلا حبيبتي. انت يا بسمة بتسوقي هو زي الموتوسيكل اللي هو السكوتر الصغير. تمام. ليه يا بسمه؟ عشان اهرب من الزحمه، عشان اوفر بنزين، علشان اقلل التكدس في الشارع، عشان اوفر وقتي، في الف سبب يخليني اركب سكوتر. ما خفتيش اصلا من الفكره؟ الفكره لا تخوف. طبعا اكيد تخوف يعني اكيد اي حد يخوف، بس لازم انا اجي اشوف المميزات بتاعت الحاجه وعيوبها. لو مميزاتها فائت عيوبها خلاص اعملها. لو عيوبها طبعا اكبر من مميزاتها هبعد عنها. تمام. الموضوع انا دلوقتي بفيد نفسي، بفيد بلدي، انا بوفر بنزين رهيب. اوكي استهلاك البنزين في السكوتر قليل قوي، يكاد يكون اقل من ربع العربيه كمان. بوفر فلوس لنفسي، بوفر زحمة، المشوار اللي باخده بالعربية أو بالمواصلة ساعة ونص، بوصله في حوالي تلت ساعة أو نص ساعة. ببقى مبسوطة وأنا سايقة. أنت بدأتي الفكرة دي تجيلك وبدأتي تسوقي من كام سنة؟ كان عندك كام سنة؟ من 3 سنين، كان عندي حوالي 20 سنة. أوكي. كنت في الجامعة وكنت عايزة أروح الجامعة من غير ما أتعرض للمواصلات عشان بتتعب الأعصاب. والجامعة بعيد عن البيت؟ لا هي مش بعيد عن البيت. فأنا كنت بلجأ إن أنا ساعتها أروح ماشي، يعني كنت ممكن أقضي وقت في إن أنا أروح ماشي عشان أهرب من المواصلات. فطبعا ساعتها فكرة طب هو أنا ليه ما أركبش عجلة أو سكوتر؟ تمام. طبعا خدت وقت كبير جدا عشان اقنع اللي في البيت. طبعا. أوكي. باباكي ومامتك قالوا لك ايه؟ ما قلت لهم ماما؟ لا ماما كانت من اشد الرافضين للفكره. طبعًا. انا مش هضحي بيكي. طب صح. افردي، طب افردي، بس بقى مع المصابره وشويه زن ممكن نقول. ابتديت اقنعها، ويا تقنعيني يا اقنعك. تمام. هلبس حاجه اسمها سيفتي جير، ادوات حمايه. ممكن حتى ما تشافش ان انا بنت، يعني ممكن لو في الاول انت خايفه ممكن اخبي ان انا بنت. انا لو لبست جاكيت مثلا اسود او جاكيت سيفتي والخوذه، ما حدش بيبقى واخد باله ان دي بنت اصلا، ما حدش يعني هيتخيلها شويه. ف
فزن زن زن. بعد كده ماما ابتدت توافق ان انا اطلع بس هي تطلع ورايا. اوكي. فما لقيت رياكشن او رده فعل الشارع تجاه الموضوع استغربت. هي كانت متخيله ناس هتضايق وناس هتعترض. طب ده في مره امين شرطه اداني تحيه عسكريه على اللي انا عملتها. فهي بالنسبه لها يعني. بالظبط برافو. فهي بالنسبه لها ما لقيت الشارع محترم الموضوع ده وانا محترمه الحاجه اللي انا راكباها، بلبس ادوات الحمايه او السيفتي جير، بسوق كويس، ما بناورش، ما بضايقش الناس، خلاص ليه لا؟ فابتدت بقى تبقى ماما من اشد المناصرين للفكره وتشجعني ان انا اشجع البنات يعني ما تبقيش لوحدك. وفعلا الموضوع ما بقاش لوحدك، اخدت اخواتي الاثنين وبقوا معايا في فريق جيرلز جويلز وبنعلم البنات، بنعلمهم السواقه، بنعلمهم الانواع، الاسعار، الترخيص، تعملي ايه لو حد ضايقك، تعملي ايه لو تعرضتي لحاله طارئه. تمام. وعملنا جيرلز جويلز. طيب تعالي بقى نشوف مع بعض التقارير اللي احنا صورناه وانتوا ازاي بتدربوا البنات، ونرجع عندنا اسئله كتير عايزين نسالها لك. النهارده عشان اخد سيشن في تعليم السكوتر. هو انا يعني عرفت، كان قصدي ان انا اتعلم سكوتر عشان يعني الزحمه واللي حاصل بالمواصلات والحاجات دي. واول حاجه خلتني افكر عشان ابني عندي مشكله ان انا اوصله للمدرسه واجي بيه، ف يعني عملت سيرش على النت وكده فلقيت في بنات كتيره راكبه سكوتر، فقلت اشمعنى انا لا ليه. فعرفت البيج اللي هو جيرلز جو ويز، فاتصلت بيهم، بعت لهم رساله وبعد كده ردوا عليا واتفقنا على ان انا ايه، سالوني شويه اسئله يعني بعرف اركب عجل، ما بعرفش اركب، سني وكده، وحابه اتعلم ليه. وبالتالي كان في كونتاكت ما بيني وبين بسمه، واتفقنا على النهارده وجيت عشان اعمل السيشن. والحمد لله يعني في تطور، ما وقعتش. اول حاجه هنعملها ان احنا نلبس سيفتي جير. مفيش سكوتر من غير سيفتي جير. اوكي. سيفتي جير مش هتاخد 5 دقايق عشان نلبسه، واحنا بنسخن السكوتر خلاص ان شاء الله لما تشتري وكده يعني عقبال ما السكوتر يسخن هتكوني بتلبسي السيفتي جير. خلاص اهم حاجه نحمي نفسنا وان شاء الله بعد كده ربنا بيستر. دي الركب. تمام. تعالي ارفعي ركبتك هنا. طلعيها بس فوق شويه. ايوه بالظبط، هي المفروض تحمي كوعي. فاهمه؟ طبعا في ادوات حمايه ثانيه زي الجاكيت، زي الجزمه، زي الجلوفز. تمام. كل ده مهم برضو، اللي نقدر نجيبه نجيب، بس دول الاساس مش هنقدر نستغنى عنه. خلاص. طبعا الخوذه لازم تكون مقاس. اوكي. فبروح المحل واشوف انا مقاسي قد ايه واجيبها مقاسي بالظبط. اوكي. بس بقى بتاعنا نطلع على السكوتر منين؟ يلا من اليمين عادي اكن في سنده. تمام. عودي شغالي، بنسخن، بنمسك فرامل كويس الاول. ماشي، سخني، حلو قوي. يلا انطلقي بقى واحدة واحدة. لا واحدة واحدة. يلا واحدة واحدة. تمام تمام. يلا كمان. برافو، حلو. ارجعي شوية لورا على الكرسي. وفي الأول كنت خايفة قوي، يعني كنت إيه، مرعوبة، مش بمسك، بس بسمة على طول لا ما تخافيش ما تخافيش. بس هي اول مثلا ربع ساعه وبعد كده بقيت بتقول لي وطي السرعه. وطي نظره الناس للبنت ان عموما ان هي بتعمل حاجه غريبه، ان هي سايقه سكوتر، وكان السكوتر ده حكر على الرجال بس، ما ينفعش ان البنات تسوقه. هي الفكره دي يعني في الاول جت على بالي، مش جت على بالي بس، هو يعني مثلا صحابي او حاجه بقول لهم انا بفكر ان انا اخطو خطوه ان انا اجيب سكوتر، فبيقولي لا ده هتلاقي مضايقات في الشارع، هتلاقي الناس بتقول عليكي كلام وحش، جيرانك او حاجه. فقلت لهم لا، انا طالما انا شايفه ان الموضوع ده هو كويس بالنسبه لي وهيحل مشكله، فانا ما يهمنيش قوي نظره الناس. في البيت ما لقيتش اي مشاكل، بالعكس انا اول يعني حتى بفكر في الفكره قلتها، بس يعني ايه محرجه شويه قدام جوزي، فقال لي لا كملي وكويس قوي حلوه. وقلت له ده في بنات في الفيس وكده،
فقال لي اوكي اعملي كونتاكت معاهم وكلميهم وشوفي وروحي. فالحمد لله يعني بشكره. نظرة البنت للبنت اللي سايقة سكوتر في الشارع هي نظرة اندهاش يا يعني يا شبه احترام، تمام؟ يعني هما مبدئيا مندهشين ان ازاي بنت تعمل كده، لان هو ما فيش الثقافة دي عندنا. تاني حاجة بيحترموها لان هي فعلا واحدة خدت خطوة عاقلة، مش خطوة مجنونة. يعني هو ما يعتبرش جنون، ده يعتبر عقل. انا نفسي البنات تتشجع وتتجرأ، اوكي؟ انت ما بتعمليش حاجة غلط، انت بتعملي حاجة جديدة. طبيعي ان كل حاجة جديدة تبقى الاول مش مقبولة كليا، تمام؟ لكن طالما انت واثقة من نفسك، راضية ضميرك، تمام؟ حاسة ان انت ما غيرتيش حاجة رهيبة او ما عملتيش غلط رهيب، خلاص يعني ما تضايقيش الدنيا على نفسك، الدنيا اوسع من كده وممكن نبقى مبسوطين على فكرة. طبعا احنا شفنا انتوا ازاي بتعلموا، بس هي طبعا الفكرة صعبة. انت مثلا زي ما حكيتي كمان دلوقتي انك علشان تقنعي الاهل، انت قلتي ان مامتك كانت رافضة، طبعا الام بالذات اكيد اكتر من الاب لان هي بتفكر بعاطفتها طبعا، والمخ بيجي فيه وسواس 100 فكرة و100 فكرة و100 سيناريو بتتخيله، فطبعا الام دايما بتبقى اصعب في الاقناع في الحاجات دي. باباكي كمان ما قلتلناش قال ايه؟ لا والله بابا هو كان معارض للمعارضة برضو بس بالاقناع، وهو بابا برضو ما بيلاقيني ناجحة في حاجة بيشجعني. يعني هو في الاول هو مش قلت انا لا وبلاش وليه المخاطرة، ما هنحاول نجيب عربية قريب والكلام ده، انا مش عايزة اسوق عربية، مش عشان بس موضوع ان العربية بقى اسعارها جنونية، تمام؟ هي الموضوع كمان ان انا هفيد نفسي بكل حاجة تانية، اوكي؟ بعد كده لما لقى الموضوع وبرضو ناجح وكده، لا ده بالعكس بقى بيتباهى بيا ساعات. انت في كلية ايه؟ انا خريجة تجارة انجليش عند شمس، لسه متخرجة. طيب قولي لي بقى، انت بعد كده اتجوزتي، اه جوزك بقى وافق؟ هو اصلا جوزي قبل ما يبقى جوزي او خطيبي هو كان من مناصري الفكره. يعني هو كان شاب تطوع عندنا في الفريق، الفريق كان بيحتوي بنات وولاد، اوكي، اللي بيعلمه، فهو كان من اوائل الناس اللي شجعت الفكره وعجبوا الموضوع، لان هو اصلا بيسوق وعارف يعني ايه سواق سكوتر ويعني ايه التوفير اللي بقى ادمان عنده، ان هو يعني حتى لو قدامه الاوبشن ان هو ياخد عربيه او سكوتر، لا هاخد السكوتر. فهو عارف الموضوع قد ايه جميل، فكان بيشجع البنات ان هي تسوق، وكان مثلا اي وقت فراغ يجي يساعدنا، كان بيشيل عننا، يعني ايمن يحيى جوزي، تمام؟ كان بيشيل عننا الحاجات مثلا اللي انا ما اقدرش اعملها، زي ان هو مثلا يودي السكوترات بتاعت التعليم للميكانيكي، تمام؟ دي كانت مهمه صعبه عليا، لغايه اما اقنع واحد صاحبه كمان اسلام نبيل انه يصلح لنا السكوترز فور فري كحاجه مدعمه منه، ان هو يساعدنا. وبقت ناس بتدخل من كل حته، بقى عندنا شباب في التيم غير ايمن، بقى في باسم، بقى في ألف غيرهم بيجوا يساعدونا، حتى لو مش هينتظم، تمام؟ هو بيجي يساعد باللي يقدر عليه لان عاجباه الفكره. فطبعا برضو بيدي امان للبنت ان هي اهو ولد وهو بيعلمني وهو محترمني، فما بيحسسهاش ان احنا منفصلين عن المجتمع، بالعكس احنا في قلب المجتمع. يعني انت بقى عملتي الفكره دي، انت اشتريتي كذا سكوتر ولا؟ لا هو بتاعي إيه؟ وبتاع اختي. هما الاثنين دول اتعلموا عليهم. عدلناهم لان في طبعا لازم شويه تعديلات تحصل في السكوتر عشان يبقى امن للبنت في التعليم، تمام؟ واحنا كمان نحاول نسيطر عليه اكتر. وخلاص، وبقينا بنعلم على حاجتنا، وحتى السيفتي جير بتاعنا، مين عنده سيفتي جير يجي يديه للجروب عشان يساعد. الناس بقت معجبه بالفكره، ناس من اللي بتسوق تيجي تقف معانا خلال اما بنعلم بنت عشان يشجعوها، وحد ينزل معاها وهي بتشتري، في ألف واحد يساعدها. تقريبا كام بنت كده علمتهم وبداوا يسوقوا فعلا؟ بصي، هو احنا علمنا في خلال السنتين، احنا ابتدينا مثلا سيشن من حوالي سنه ونص او سنتين، او اللي هي حصص التعليم، علمنا في حدود 100 بنت، تمام؟ وحوالي 25 او 30 ولد. اوكي، ايه ده بتعلمي ولاد وبنات؟ تمام. انا بصراحه بحترم قوي لما راجل يجي يقول لي انا عايزه اتعلم، يعني معظم الرجال بياخدوا الموضوع شويه فهلوه، ممكن نقول ان هو انا هنزل اسوق عشان هم قلبهم اجمد، يعني طبعاً. بصراحه الواحد الراجل قلبه اجمد بالظبط، السواقه كمان عموما في العربيات بتحسي بامان كده. لكن هو في ناس بتبقى عايزه، يعني في رجل من اللي احنا علمناهم النهارده طلع حاجه اسمها
حوالين مصر كده بموتوسيكل. ده ايفنت بيتعمل كل سنه ووصل مرسى علم. احنا كنا معلمينه بصراحه بنحس ان احنا انجزنا وعملنا حاجات حلوه ما شاء الله. طيب قولي لي انت وقعتي انت او اختك او عملتوا حادثه او اي حاجه قبل كده؟ عشان نكون واضحين، اي حاجه هتتعاملي معاها هتتعرضي لاصابات. انت لو واقفه في المطبخ ممكن تتعور، انت لو نزلتي على السلم ممكن تتعور. ايه اليقين؟ تمام، ادوات الحمايه، البس حاجه اسمها فول سيفتي جير، وبعد كده اللي يحصل يحصل. بس خليني اطمنك واطمن برضو الناس اللي بتتفرج. اما انا ببقى على السكوتر انا قاعده نفس قعدتي دي، انا ما بغيرش من شكل قعدتي، اوكي؟ فبالتالي لا، بس التوازن، لا بس هقولك على حاجه، من عند الرجلين مفتوح، اوكي؟ ففي اي، انا باجي اقول للبنت في اي حاله طارئه سيبي السكوتر وانزلي، انت مش هيحصلك حاجه، مش مهم هو حتى لو كان بتاعي اللي بتتعلم عليه. فبالتالي البنت بتاخد ثقه ان هي فعلا مش هيحصل لها حاجه. ايه لو ملتي على جنبك هتسيبوه تنزل ازاي؟ ما هي هتسيبوه هتقع ولا لا ايه؟ مش هتقع هي زي. حتى لو وقعت هتقع وقعه خفيفه. غير الموتوسيكلات، الموتوسيكلات انت بتبقي جزء منها، لكن سكوتر انت قاعده عليه. تمام، فهي دلوقتي لو حادثه لو حاجه، كلنا تعرضنا لحوادث، ومعظمها حوادث بنقعد نضحك عليها عشان هي يعني فعلا فاني، لان هي اخطاء اخرين مش اخطاء البنت او مش اخطائي. تمام، فبالتالي بنحكي ده انا كنت واقف، يجي يقول لك انا كنت واقف وبتفرج على السكوتر بيجري جنبي. تمام، فبالتالي اي حاجه انت معرضه ليها انت بتحمي نفسك اولا واخيرا، بتحترمي الحاجه اللي انت راكباها كويس قوي علشان الحاجه دي تحترمك وتديكي مزاياها. وانت بقى مين علمك؟ لا ما هو ده بقى كانت الصعوبه، ان انا يعني علمت نفسي شويه، فكان خدتي وقت. انا واختي، يعني انا واخواتي كنا جبنا السكوتر بقى بتاعنا وكده. تمام، صاحب المعرض وقف معانا شويه، بس يعني هو ما حدش قال لنا نعمل ايه، ما حدش قال لنا ايه الحاجات اللي هنتعرض لها. غلطتوا عشان يعني عملتوا اخطاء فتعلمتوا فعشان تعلموا. طبعا ده كان موضوع كبير يعني. حبينا ان محدش يتعرض، مفيش بنت تتعرض للموضوع ده، خاصة ان هي جالها فكرة جميلة وجريئة زي ان هي تركب سكوتر. طبعا ولادك بقى ان شاء الله هيتولدوا على طول قاعدين على السكوتر. والله بصي اقولك على حاجة، هو اهم حاجة السيفتي. يعني انا عندي علمت ام، تمام، بتوصل بنتينها ما شاء الله المدرسه. هي الاول ما كانتش عارفه تسوق، كانت خايفه ومقلقه ومش هعرف مش هعرف. النهارده بقينا بنشوفها هي وبنتينها ما شاء الله، وعلى كوبري اكتوبر وفي حتت زحمه. فهي الفكره اهم حاجه الحمايه، انك تحمي نفسك وتحمي اللي معاكي. ربنا يحفظك يا حبيبتي وكل اللي بيركبوا كل انواع المواصلات وكل البنات والاولاد والشباب، يا رب ربنا يحميكم. انا بشكرك جدا. لا. شكرا يا حبيبتي، وطبعا بشكر كل ضيوف حلقتنا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.